ألف إعلامي وإعلامية في منتدى الإعلام السعودي. السوشيال ميديا تنقذ فتاة من البطالة. الأمير ويليام من الكويت إلى عمان. والدوري الإنجليزي من التلفاز إلى الإنترنت. وضيفتنا لليوم البطلة اللبنانية دارين بربر. فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يلا سوشيال، واللي نشارككم فيه أبرز الأخبار والأحداث اللي صارت على السوشيال ميديا في الـ 24 ساعة اللي طافت. أكيد أمسي في البداية على محمد، وكل يوم أمسي عليك. حياك الله إيمان، أهم شيء خلاص أنت جاهزة الخميس؟ بس أهم شيء أكيد الخميس أنا جاهزة ومستعدة. حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم برنامج يلا سوشيال، وأكيد عبر قناتكم قناة أبو ظبي. ومثل ما قالت لكم إيمان، نحاول نستعرض الـ 24 ساعة الماضية في السوشيال ميديا وش صار فيها، وأكيد لا تنسون تتشاركون معنا عبر حساباتنا الظاهرة أمامكم، وأكيد عبر هاشتاق يلا سوشيال. إيش أكثر شيء متحمست له في الخميس؟ أنا الصراحة أتحمس حق الفقرة اللي تقدمها كل خميس اللي هي مسي. تبين تشوفين أفلام ومسلسلات؟ أبي أعرف شو مجهز لي في هالفقرة. طيب ما عندك مشكلة، حنا جاهزين نبدأ. يلا نبدأ. يلا بالأيام الماضية تصدرت أخبار منتدى الإعلام السعودي اللي قام بالرياض مواقع السوشيال ميديا. هالمنتدى أقيم لأول مرة في المنطقة بمشاركة عشرات الوزراء وآلاف الإعلاميين وصناع الفكر تحت سقف واحد. المنتدى اللي صار يوم 2 و3 ديسمبر تعددت محاوره ما بين واقع صناعة الإعلام وتحدياته والمحتوى الإعلامي في البيئة الجديدة مع وجود السوشيال ميديا، واللي خلت كثير من الصحف الورقية تغلق أبوابها على مستوى العالم. المنتدى كان فيه محمد جلسات رئيسية ولقاءات مفتوحة مع عدد من المتحدثين وكبار الشخصيات العالمية، إضافة إلى المعرض الإعلامي وبرامج للزيارات واللقاءات الخارجية. وهالشيء اللي ميز المنتدى في دورته الأولى هو جائزة الإعلام السعودي. وكان من ضمن المتحدثين رئيس تحرير الرياض بوست الأستاذ سلطان السعد، اللي قال خلال جلسته أن الحماس والإصرار والانضباط هو الهرم الثلاثي لانطلاقك في مسيرة مهنية ناجحة. ورغم جدية المنتدى ومحاورة وحضور المميز، لأنهم ما نسوا يحتفلون بالبريطانية سو هولت المدير العام لمجموعة ITB اللي فاجأها فريق عمل المنتدى بمناسبة يوم ميلادها قبل ما تبدأ محاضراتها مع تصفيق وتحية من الجمهور. وبخصوص جائزة الإعلام السعودي، فاز الإعلامي علي العلياني بجائزة الإعلام السعودي فرع الإنتاج المرئي فئة التقرير المصور. يستاهل الأستاذ علي والله يستاهل. ومن صحيفة الشرق الأوسط فاز الأستاذ عبد الرحمن الراشد في فرع الصحافة فئة كاتب العمود الصحفي. وفي فئة الصحافة السياسية فاز الصحفي عضوان الأحمري من إندبندنت العربية بهذه الجائزة. نبارك كل اللي فازوا بهذه الجوائز إن شاء الله عقبال السنين الجاية إن شاء الله. وأنت الحين إن شاء الله عندك أخبار رياضة. الأخبار الرياضية اليوم عندي، اليوم كل يلا. خميس عندك عادة. كل خميس عندي الأخبار الرياضية. واليوم جهزت لكم في فقرتنا الرياضية أخبار متنوعة، وأول خبر بيكون معانا مميز خصوصاً أن القنوات الرقمية على الإنترنت بدأت تلفت الانتباه بعد أن حصلت خدمة الأمازون برايم فيديو على حقوق بث مبارتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتكون أول مرة في تاريخ المسابقة تتم فيها إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي على قناة رقمية ولم تتم إذاعتها على التلفزيون ببريطانيا. شارك الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري عبر حسابه على تويتر خبر صادم وغريب، حيث ذكر أن لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو لم يظهر في حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي إلا في نهاية الحفل عندما أعلن عن فوزه، حيث اختبأ في سيارته وصعد على المسرح لاستلام جائزته بعد إعلان فوزه مباشرة. شو رأيك محمد بهالخبر؟ يعني مو بعاجبك شكله؟ يعني لا مو عاجبني، بس يعني الرجال طايح ضار في ديبريشن الايام الماضيه عشان ميسي ماخذ الجائزه الكره الذهبيه. بس حصل جائزه، حصل جائزه بس هو زعلان. يستاهل. ادخلي على حسابه شوفي كيف هو قاعد يقول بوزيتيف ستاي بوزيتيف، واضح انه مقهور مسكين. ما عليه، اهم شيء حصل الجائزه، اخذ جائزه في ايطاليا عوافي. اعلن فريق ريال مدريد عن القميص الرابع للموسم الحالي والمتاح في لعبه والمتاجر فيفا 20،
وما يميز القميص أنه يحمل تاريخ النادي الحافل بالألقاب والكؤوس، وهذا الإعلان يأتي بالتزامن مع احتفال شركة سوني بالذكرى 25 على إطلاق أول جهاز بلاي ستيشن 1 للألعاب الإلكترونية، واللي انباع منها لليوم حوالي 500,000 وحدة. محمد تلعب بلاي ستيشن؟ كل يوم. تلعب فيفا؟ لازم. دائماً؟ دائماً. ألعب وياك؟ مو مصالح. خسرانة. خسرانة. وطبعاً في كرة القدم النسائية فازت الأمريكية ميغان رابينوي بجائزة الكرة الذهبية الخاصة بالسيدات في الحفل اللي أقامته مجلة فرانس فوتبول، خلفاً للاعبة النرويجية إيدا هيجربرغ اللي توجت بالجائزة العام الماضي. العافية إيمان على أخبار سبورتيفة والله. الله يعافيك. بس باين إنك زعلانة على كريستيانو. طبعاً، وأنت بعد ما قصرت الصراحة، حطيت عليه. ميسي الحين ماسك الساحة. خلاص ما عليه، نتخطى ذي الموضوع. أوكي. اليوم في فقرة الآب أوف ذا داي راح نتكلم عن تطبيق باب نور، اللي يعتبر أول تطبيق من نوعه باللغة العربية في المنطقة كلها. يهدف التطبيق إلى تسهيل التواصل الفعال بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد واللي يعانون من صعوبات في النطق والسمع، والمصابين بمتلازمة داون، والإصابات الدماغية بمختلف مستويات. يمكن محمد يوفر تطبيق مميزات جداً مهمة، ومنها منصة للمفردات باللغة العربية ومكتبات خاصة بالمحتوى والصور تعتمد على تقنية السحابة الإلكترونية، وأيضاً توفر طاقات مترجمة إلى اللغة العربية واللهجات المحلية، وإمكانية ابتكار بطاقات إضافية وتخصيصها من قبل المستخدم، وأيضاً توفر تحديثات دورية على أسس أحدث الدراسات والتجارب العلمية. هالتطبيق يهم الأمهات والمعلمين والمعلمات اللي يعلمون فئة أصحاب الهمم الغالية على قلوبنا، وطبعاً تقدرون تشاركون اقتراحاتكم على هاشتاق البرنامج بالسوشيال ميديا الظاهرة على الشاشة. خلينا نطلع فاصل قصير وراجعين. أكثر أبكار استخدمها السناب شات. السناب إن أشوف البنات شو مصورين، يعني شو الأشياء المفيدة، والواتساب أرمسهم يعني. السناب شات يعني التواصل وايد أسهل. أكثر أبليكيشن بستخدمه الواتساب. الواتساب يعني بحس إنه فيه شوية برايفسي يعني عن الحاجات التانيين. السناب شات والله عندي متابعين وفي ناس وايد تستعمله. السناب وإنستا. The most application I use is Snapchat because in my generation it's the app that we use the most to communicate with each other. السؤال هذا صراحة أتوقع أنه ممكن من أكثر الأسئلة اللي قاعدة تنسى الفترة الماضية. وش أكثر تطبيق أنت تحبين؟ أنا أحب الانستغرام وايد. أكثر شيء؟ أكثر شيء استعمله وأكثر وقت يروح على الانستغرام، لأنه يغنيني عن السناب شات مع الميزة أنك تصور وتنزل، غير البوستات وغير تشوف كل شيء في كل شيء يعني. أنت أتوقع تويتر؟ يعني أنا تويتر إذا كان فيه أشياء مقالية، بس أشياء بصرية أكثر لا انستغرام. تحب الانستغرام؟ سناب مو بوايد. بدا يطيح. اتوقع احنا البنات نحب السناب اكثر. ما ادري ايش حببكم فيه، بس لانه حلو تصور روحك بالفلتر. اي فلاتر، هي سالفه فلاتر عشان الفلتر. اعطوهم يا انستغرام فلاتر، خلوا في فلتر بالانستغرام، بس بعد يتم فلتر السناب شات افضل. طيب انا الحين مجهز فقره اسمها موسي. انا هاي اللي نطرتها الفقره من البدايه قلت. طيب لك يلا بروح لك. الفقرة اللي اليوم معانا هي تحت عنوان موت سي، واللي زي ما عودناكم كل خميس راح نتكلم أكيد يا عن الأفلام أو المسلسلات، وهالمرة بنتكلم عن المسلسلات، وخصوصا عن المسلسلات اللي قاعدة تنعرض في أبل تي في واللي قاعدة تاخذ صدى كبير في السوشيال ميديا. The Morning Show، هذا العمل الدرامي القوي اللي قاعدة تقوم فيه ريز ويذرسبون وجينيفر أنستون بدور البطولة والإنتاج التنفيذي، وأيضا بيشاركهم البطولة ستيف كارل. المسلسل بيتكلم عن الصراعات العنيفة في عالم برامج الصباحية وحياة الناس اللي بيساعدون أمريكا في الاستيقاظ كل صباح، وبيحكي قصة من وجهة نظر سيدتين، وبيستكشف التوازن القوة والسلطة ما بين النساء والرجال وما بين النساء والنساء في أماكن العمل. You just think I'm gonna do this? This chair could be yours. المسلسل هذا انت لازم تشوفينه. انا لازم اشوفه، لانه شفتي احيانا البرامج، بما انك انت ما شاء الله خبره برامج تلفزيونيه كثير وصباحيه بالتحديد فتكون في لويا على قولتكم.
اللويا هذه قاعدين يحكون، يعني خلينا نقول لك جزء من اللي قاعد يصير معانا، ينقلون اللي قاعد يصير خلف الكواليس. بالضبط، اي احد عنده اهتمام يبغى يعرف كيف قاعده تصير البرامج هذه خلف الكواليس، اتوقع هذا البرنامج بيحكي كل شيء بامانه، شيء مره رهيب. بتشوفه، بعطيك رايي الاسبوع الجاي. ضروري. الاقتراح الثاني على ابل تي في ما هو مسلسل، هو برنامج، وبرنامج حواري خاص بالنجمه اوبرا وينفري، وهو عباره عن مقابلات مع كبار الكتاب والمؤلفين في العالم. بتبني أوبرا من خلال محادثاتها معهم مجتمع علمي للكتب، وينشأ مشاريع أخرى لمد الجسور التواصل ما بين الناس حول العالم، ومشاركة وسائل فعالة لإحداث تغيير إيجابي. It's our chance to create a conversation together. A way to know that we're not alone. إيش رأيك في أوبرا أنت بشكل عام؟ أنا صعب أقول لك إيش رأيي في أوبرا، بس دائما أوبرا لتسوي برنامج تسوي برنامج يكون مفيد. بالضبط. يعني وهذه الناس تستفيد منه. حلو، وهذا البرنامج للناس اللي فعلا تبغى تستفيد وتبغى يعني تاخذ معلومات ممكن ما قد حصلت عليها. قاعد يعني قاعد تسوي هالبرنامج مع اكبر الكتاب، انت قاعد تتكلم عن شيء جميل. فجبنا لكم اليوم حاجتين مختلفه، يعني مسلسل تشوفونه وحاجه ممكن تستفيدون منها. يعني جهز لنا صراحة أفلام ومسلسلات حلوة أن الواحد يشوفها هالويكند. ننتقل الحين حق فقرتنا في الأخبار السريعة، وأول خبر معنا، انطلقت فعاليات المعرض الدولي للشوكولا والقهوة بمركز الرياض الدولي للمعارض، وهو يعتبر أكبر معرض متخصص بالقهوة والشوكولا على مستوى الشرق الأوسط، والمعتمد من الجمعية المختصة بالقهوة والمعترف فيه CSA من الاتحاد العالمي لصناعة المعارض كمعرض دولي UFI وفق المواصفات والمقاييس العالمية. انت تحبين الشوكولاتة والقهوة؟ اموت على القهوة واموت على الشوكولاتة. طب لازم، من المفروض ان تروحين المعرض. احنا عندنا بعد في البحرين معرض مختص بالشوكولاتة والقهوة، هالويكند راح يبلش. اوكي طيب. ساهمت السوشيال ميديا في وصول طالبة عمل الى قرار تعيينها بعد ان ظهر اسم روان الدباسي في كشوفات التوظيف لدى وزارة العدل السعودية، ولكن يبدو أن رقم هاتفها القديم أصبح ملكاً لفتاة أخرى اللي قامت بدورها بتصوير رسالة التوظيف عبر حسابها على تويتر. قام مغردون بتداول الرسالة على نطاق واسع حتى وصل الخبر إلى عم روان اللي بدوره زف الخبر لروان بقبولها للوظيفة. فشفتي كيف؟ والله تستاهل روان. السوشيال ميديا كيف أنهم قربت متلاحمين، يعني واحدة انقبلت بوظيفة وعلموها بالسوشيال ميديا. شفت شلون؟ خلي أقول لك هالخبر. فندق ام ايميليا اكثر افتتاحات انتظارا في دبي خلال عام 2020، حيث سيكون كجزء من مبنى اوبس، وهو الفندق الوحيد اللي صممته المهندسه الراحله زهى حديد من الداخل والخارج، وسيتم اخيرا افتتاح الفندق الذي يضم 93 غرفه و15 مطعم. انا من الحين شكلي بحجز. ما شاء الله تصاميم زهى الله يرحمها جباره. يعني ما يحتاج. اختتم الأمير ويليام زيارته إلى دولة الكويت، واللي كانت ضمن جولته السياحية بالشرق الأوسط، وكان متوجه إلى سلطنة عمان، حيث تم استقباله بحفاوة وتنزه في زيارة بحرية عبر الزوارق الدورية السريعة. صراحة دائما هالعمان هالكرم والضيافة، يعني خلي أخبرك الخبر اللي عندي الحين، واللي أنا شخصيا سويت ريتويت عندي في تويتر. تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع مقطع فيديو لطفل متلازمة داون يعتني بصديقة المصاب بالتوحد، ويحاول أنه يهديه من قلقه وبكائه في ظل غياب معلمة، وحصد هالفيديو أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. وبكذا خلصنا فقرتنا من الأحداث الأكثر تداول، واللي تقدرون تشاركونا في تجهيزها عبر تفاعلكم على الهاشتاج الخاص بالبرنامج يلا سوشال، أو عبر برامجنا، أو برامجنا شنو؟ مواقعنا التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. محمد، ضيفتنا لليوم هي امرأة جبارة طموحة لا تقهر، واثقة من نفسها ومتصالحة مع ذاتها، ما فقدت الأمل بعد ما خسرت إحدى ساقيها بسبب مرض السرطان، وكانت طموحاتها الرياضية لا حدود لها، حتى شاركت بالعديد من السباقات العالمية. بطلتنا اليوم دارين بربر، يرحب فيك. يا هلا ومرحبا فيك، حياك. أهلا وسهلا فيك. شكرا محمد، شكرا إيمان. يا هلا وغلا. يعطيك العافية، نورتي الاستديو. نورتينا والله. الله يخليك. الله يسعدك، كيف حالك؟ نور فيكم. طيبة إن شاء الله. الحمد لله. اليوم نقدر نقول مسا الإنجازات ومسا الطموح، مسا الحدود اللي ما لها حدود. صحيح. مسا الخير. الله يخليك إن شاء الله. خلينا نبدأ معاك، يمكن أول سؤال اللي هو خلينا نعرف التحول اللي صار معاك في عمر ال 15 سنة.
فقدت رجلي على عمر 15 سنة بسبب مرض السرطان، وكانت مرحلة أكيد صعبة ومؤلمة جدا علي وعلى أهلي، بس تخطيت الحمد لله بكل صبر وأمل وإيمان. هذا الأهم. ما شاء الله عليك، إحنا كنا نسولف يمكن تحت الهواء معاك دارين، قاعدة أشوف أنت إيش كثر قوية. خلنا نتكلم دارين، عقب 15 سنة من فقدتي ساقك لليوم، شو اللي تغير في حياتك؟ أكيد كثير تغير بحياتي. هلا أنا امرأة عمري 41 سنة وأم لطفلين. شكراً. يعني ما شاء الله عمرك 41؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العمر والصحة إن شاء الله. شكراً. طيب. أكيد كثير أشياء تغيرت فيني، تعلمت كثير أشياء بالحياة، تعلمت إنه الصعوبات بتقوينا وبتخلينا ناس أقوى، ونتعلم كثير عن نفسنا ونطور نفسنا إذا عن جد قدرنا إنه نكون صبورين وما يكون عنا يأس. فحبيت إني خوض مجال الرياضة من بعد ما صار معي حادثة تانية، هو إنه وقعت وكسرت وركة. بس يعني مثل أي شخص بيصير معه حوادث. يعني طبعاً يعني مش لأنه بترت رجلي ما حيصير في حوادث. بقى هيدي الخطوة، هيدي الحادثة وعدتني وخلتني إني أتجه للرياضة، أتجه إنه أهتم بنفسي أكثر، لأنه كأم بتنسى نفسها أمرار لأنه بدها تعتني بعائلتها وهيك. فحبيت وصار عندي شغف للرياضة لأنه خسرت وزن كتير، 25 كيلو بخلال سنة واحدة. ما شاء الله. نعم. فصرت أقشع الأشياء اللي عندي إياها، يعني صرت حب حالي، حب الأشياء اللي عندي إياها، وتحررت من نظرة المجتمع، تحررت من أنه حس بالحزن. هذا كله تخطيتي هالمراحل كلها. تخطيت هذه المراحل كلها لأنه صرت أشوف حالي قديش عندي أنا قدرات، يعني ما ركزت على الأشياء الناقصة عندي، ركزت على الأشياء اللي عندي إياها. وصار عندي شغف للرياضة، صرت أعمل بادي بيلدينج، واشتركت ببطولة بلندن بالبادي بيلدينج. ما شاء الله. نعم، هو بقسم خسارة الوزن، تحول الجسم، يعني ترانسفورميشن ديفيجن. وكنت عن جد كان لها أثر كبير علي على حياتي، لأنه تحديت نفسي أني أوقف بوجه الجمهور، وهذا هو الأهم. نعم، وأنه كمان أتحدى نظرة العالم للجمال والكمال، أنه نحن شو ما كان عنا، يعني من جوا لبرا الجمال هو داخلي بينعكس لبرا. صحيح. وكملت مسيرتي الرياضية كمان، والعام الماضي اشتركت بدبي وومنز تراي أثلون، يلي هو الجري، السباحة والدراجة الهوائية. ما شاء الله. نعم. اللي هي متتابعة. متتابعة. نعم. عملت سباق 2.5 كيلومتر جري و400 متر سباحة و10 كيلومتر دراجة هوائية. ما شاء الله. طبعا بس مع تدريبات أكيد مركزة وكتير صعوبات يعني واجهتها. طبعا يعني أنا لما احكي هيك بس يعني بالكواليس بيكون في كتير صعوبات وكتير آلام وهيك، بس يعني الواحد حلو يتحدى نفسه. بالضبط. وهذا نعم. هذا يمكن هذا اليوم اللي احنا نبين نتكلم، دائما احنا نقول حق المشاهدين لا تخلون انه يمكن عقبه من عقبات حياتكم هي توقفكم في مرحله ما. صح. فانت شلون قدرتي تتحدين هذه الصعوبات، وشلون حابه توصلين ايضا للمراه انه لو صادتش اي حادث تقدرين تمارسين حياتك طبيعيه؟ نعم. هلا بطبيعه الحال الانسان اي شيء بيصير معه فجاه بينصدم، وبيصير عنده حاله من الياس، وبيصير يفكر انه ليش انا صار معي هيك. الواحد لازم يتروى او لما يصير معه شغله يتروى بالاول، ويدل عنده ايمان وصبر، اهم شيء الصبر. والاشياء ما بتدوم، يعني لا السعاده بتدوم ولا الاشياء المحزنه بتدوم، كله حيمرق. اذا نحن كان عندنا امل واشتغلنا على نفسنا وعن جد يعني نكون إيجابيين، نجرب قد ما فينا نكون إيجابيين. أنا ما وصلت لهالمرحلة بأنه فجأة صرت إيجابية، لا، كان عندي نزول وطلوع، بس بيتعلم الإنسان ويعيش كل نهار بنهاره. يعني بس اخترتي الإيجابية أكثر، وهذه الأهم. نعم. يعني أنا أتوقع أنه الناس اللي ممكن يواجهون الصعوبات، المشكلة هنا في التفكير. صح. ما هو في نوع الإعاقة أو إيش هو الاستراجل اللي ممكن يواجهه. صح. بالضبط. صح ولا لا؟ فالواحد متى ما كان نتوقع يعني دماغه يبغى فعلا إنه يغير، حيقدر يغير كل شيء ويواجه كل الصعوبات. صح. كل شيء بتفكر فيه ممكن تحققه إذا بتأمن بنفسك. يعني أنا هذا اللي صار معي، إنه أنا آمنت بنفسي وآمنت إنه لا، لازم ثور على وضعي، لا ما لازم استسلم.
ولازم غير بنفسي من جوا لأطلع على الأشياء بإيجابية. طب خلينا نطلع كذا على السوشيال ميديا. نعم. أنت كيفك مع السوشيال ميديا؟ أنا غيرت لي حياتي السوشيال ميديا صراحة. نعم. واو كيف؟ لأنه هلا أنا لما خسرت إجري كان ما في سوشيال ميديا. ما كان في شيء. فما كان عندي مثال أعلى يعني أطلع لإله يساعدني إني أتخطى هالصعوبات. حلو. فلقيت حالي أنا يعني تقريبا من 7 سنين لقيت حالي إنه أنا فيني يكون مثال للعالم. يحتذى بس. نعم إنه الواحد أمرار بيطلع إنه بيفتش على مثال بينما إنه هول الأشخاص الرول مودلز هن اشتغلوا على حالهم كمان لصاروا رول مودلز فلما أنا بشتغل على حالي. برافو. فصرت فتحت الفيسبوك بيج ولقيت كتير صدى إيجابي صراحة يعني أول شيء كنت مترددة بس لأنه طبعاً لأنه يعني عم فرجي إعاقتي عم كون واضحة قدام العالم عم تجده ومجهمة قاعد تلهمين غيرك يمكن اللي يعاني من نفس المشكلة. صح مزبوط. هذا اللي صار أنه أنا صرت إلهم غيري وشفت قديش في ناس عم بتعاني وبدها حدا يساعدها أنه تتخطى نعم تتخطى الصعوبات فكتير كان إلها صدى إيجابي بحياتي وعن جد هلأ مكملة فيها وكتير عالم بيتصلوا فيني و يعني بيستشيروني وانا كثير مبسوطه اني عم بقدر ساعد كثير عالم. حلو. يمكن محمد قبل الواحد اللي يعاني من مشكله ولا اعاقه معينه يستحي انه يواجه الناس. صح. بس اليوم مع السوشيال ميديا ونفس ما ذكرتي انت قاعد تكونين قدوه حق غيرك وهذا هو المهم ان نستعمل السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه. صح مزبوط 100%. يعني انت قبل شويه قلتي لي انه الانستغرام الفيسبوك أو ما زلتي في الفيسبوك ولا؟ هلا أول شيء ابتدت بالفيسبوك بعدين صرت أكثر على الإنستغرام يعني بعمل ستوريز وبوست وهيك لأنه أنا درست مدربة رياضية وتغذية بس ما بأخذ كلاينتس يعني ما بدرب كلاينتس لأنه أنا بحياتي كتير مشغولة يعني ما عندي وقت لأني أخذ كلاينتس إيه فبشجع العالم خلال السوشيال ميديا يعني بعطيهم نصايح أو بعمل فيديوز من خلال السوشيال ميديا وهلا مبدئيا عم بكون عم بتحضر كمان لاخذ شهاده اللايف كوتش ما شاء الله كمان لا اقدر كمان ساعد عالم اكثر. متى الوقت اللي قررتي انك يعني تكشفين عن ساقك يعني في البدايه ممكن كنت تخبين تحاولين تخبين الاعاقه؟ نعم هو صراحه لك يعني المجتمع نحن مجتمعنا اللي عايشين فيه في كثير ناس بيخبوا الاعاقات بيخبوا العالم اللي عندهم اعاقه فأنا من قبل لما خسرت رجلي كنت عم حاول إني ألبس بانتس يعني بناطلين وهيك ما بدي لأنه العالم تصير تتطلع علي وتسألني هلأ بس صرت بالرياضة وصرت ثقتي بنفسي زادت حبيت إنه ليش أنا ما بلبس فستان إنه بدي ألبس فستان صح أنا صح أمرأة بحب إنه ألبس فستان فلأنه زادت ثقتي بنفسي وحبيت حالي مثل ما أنا ما بقى فرقت معي رأي العالم صح. يعني ما بهمني إذا ما إنه عجبه الشخص ما يتطلع صح. فشلت الكفر عن إجري وصرت أمشي وبالعكس هذا ساعد عالم أكثر صح. يعني صار عالم يجوا يسألوني أسئلة يكون عندهم حدا بيقربون أو حدا عم بيعاني من نفس الحالة مثلي تعطينهم النصائح أعطيهم النصائح فلقيتها بالعكس إيجابية أكثر. داري شلون كانت أسئلة عيالك في البداية عن هالموضوع؟ هلا ابني انا عمره 11 سنه كان هو اول ولد الله يحفظه شكرا هو بشوفني اكثر لانه ربي معي بهالموضوع وانا مني يعني انه شخص بيعتمد على نفسي في امرار بدي مساعدات من زوجي بيساعدني طبعا بس كلنا عنا يعني بدنا مساعده صح ايه فشافني انه انا بشوفني كانه مثل روبوتك لاج عندي روبوت لاج وبشوفه انه شغله كثير مثل كول يعني فهيك وبنتي كمان نفس الشيء يعني فبيحبوا انه انا يعني بيسالوني ماما ليش انت على السوشيال ميديا ليش بدهم يتصوروا معك العالم ليش ايه فبقول لهم انه لانه بشوفوا انه انا انسبيريشن يعني يفتخرون فيه يفتخرون ايه حق لهم وانت فعلا مثال كلنا يعني نحتذي فيه وجدا سعيدين انك معانا اليوم وانا ودي انك توجهين كلمه للكاميرا هناك شكرا واعتبريها سناب او انستغرامك قولي كلمه للجمهور شيء ممكن تلهمينهم فيه او كلمه في خاطرك توصلينها بس بدي اقول انه شو ما كانت الصعوبات اللي عم تمرقوا فيها بعرف انه ممكن تحسوا بالياس بلحظه او تحسوا انه ما بدكم تعيشوا هيدي الحياه ما تيأسوا خلي يكون عندكم ايمان وصبر لانه حيجي وقت وتتضحكوا على الايام وتقولوا عن جد نحنا كان لازم نصبر يكون عنا إيمان لأنه ما في شيء بدوم لا السعادة بتدوم
ولا الحزن بدون، خلينا نستمتع باللحظة هيدي يوم بيوم. الله عليك. طبعا أنا مستحيل دارين تطوف عندي الفقرة متعهدة السلفي وما أخذ سلفي، وإحنا صراحة نفتخر فيك بهذه الصورة. شكرا. بتكون فخر لي ناخذها معك. فخر لي كمان. 1 2 3. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم لاستضافتك، وإن شاء الله نشوفك في بطولات قادمة ونترقب ان شاء الله وتكوني ضيفه معنا يوم من الايام كمان ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافيه. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم انتم مشاهدينا اكيد على وقتكم معنا. وكذا خلصنا الويكند، داخلين على الويكند صح؟ لا ما خلصنا الويكند، يعني خلصنا الحلقه داخلين على الويكند. داخلين على الويكند بالضبط. ان شاء الله نشوفكم يوم الاحد باذن الله الساعه 10 بتوقيت الامارات والساعه 9 بتوقيت السعوديه والبحرين. انتظرونا وانتظروا كل ما هو جديد ان شاء الله في حلقه يوم الاحد. ويلا باي. يلا باي.